تلاميذ سنة أولى ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في الرياضيات، سنقوم بحله معا. أكمل. يوجد عشرات ووحدات، العدد هو. إذا يوجد، كم يوجد من عشرات وكم يوجد من وحدات، ثم نكتب العدد هو. لدينا العشرات ولدينا الوحدات، إذا نحسب. يوجد عشرات، أين هي العشرات؟ ها هي العشرات. نحسب 1 2 3 4 5 6 7، إذن يوجد 7 عشرات. ووحدات، أين هي الوحدات؟ ها هي الوحدات. نحسب 1 2 3 4 5 6 7، أحسنتم، 7 وحدات. إذن يوجد 7 عشرات و7 وحدات. العدد هو، لدينا هنا الوحدات وهنا العشرة، أين هي الوحدات؟ ها هي الوحدات، 7 وحدات و7 عشرات. إذن العدد هو 77. ننتقل إلى النشاط الثاني. أضع أكبر من أصغر من في العبارة هنا، أو تساوي أصغر من أكبر من أو تساوي. إذن لدينا 98 62. أولا نعين منزلة العشرات، ها هي منزلة العشرات، ها هي منزلة العشرات. إذا لدينا 9 عشرات 6 عشرات، 9 6، أحسنتم، 9 أكبر من 6، 9 عشرات أكبر من 6 عشرات. إذا 98 أكبر من 62. العدد الثاني، دائما نعين منزلة العشرات وانا 8 عشرات 9 عشرات، 8 أصغر من 9، إذن 80 أصغر من 99. نكتب أصغر من 99. العدد الثالث، 10 زائد 5، وهنا لدينا 5 زائد 10، 10 زائد 5 كم تساوي؟ أحسنتم، 15، و5 زائد 10 تساوي 15. إذن 15 15 نكتب تساوي. إذن لدينا 98 أكبر من 62، 80 أصغر من 99، و15 تساوي 15، وزن أكبر أصغر تساوي. دائما نبدأ بمنزلة العشرات. ننتقل إلى النشاط الثالث. أرسم عقارب الساعة على حسب كل توقيت. إذا لدينا الساعات ولدينا التوقيت، نقرأ التوقيت. الساعة الواحدة و15 دقيقة، الواحدة وربع، هنا 8 تماما، هنا 35 دقيقة، أو 5:30. إذن المطلوب هو رسم عقارب الساعة. نبدأ دائما بالعقرب الكبير، هذا عقرب الكبير وهذا عقرب الصغير. إذن العقرب الكبير نرسمه باللون الأزرق، العقرب الكبير 15 5 0 15 15، نرسم العقرب الكبير 15، ثم العقرب الصغير، العقرب الصغير هو 1، نقسم عقرب الصغير 1، عقرب كبير، عقرب صغير، عقرب كبير هو عقرب صغير. التوقيت الثاني، 8 تماما، دائما العقرب الكبير بالأزرق والعقرب الصغير بالأحمر. نبدأ بالعقرب الكبير، تماما 0، ها هي 0، نربط تماما. العقرب الصغير هو 8، أين هي 8؟ ها هي 8، نربط 8. عقرب صغير معنى خط قصير، عقرب صغير عقرب كبير. الساعة الثالثة، دائما نعين العقرب الكبير والعقرب الصغير. العقرب الكبير 30، 5 10 15 20 25 30،
نرسم العقرب الكبير باللون الأزرق كبير، بقي لنا العقرب الصغير هو 5، ها هي 5، نرسم عقرب صغير. إذا يمكن قراءة الساعة، الواحدة هو 15 دقيقة، الواحدة هو الربع، هنا الثامنة تماما، الثامنة تماما صحيح، الخامسة هو النصف، الخامسة هو النصف. ننتقل إلى النشاط الرابع، أنجز العمليات التالية، لدينا 56 + 12، 6 وحدات 15 + 2 وحدات 11. نبدأ وحدات مع الوحدات، 6 + 2، 6 في الرأس ونضع 2، نرسم هكذا أو نضع بالأصبع 2، ثم نحسب 6، هذه 2 ها هي 6 7 8، نكتب 8. 5 + 1، 5 نتركها نضيف 1، 5 6، إذن 56 + 12 تساوي 68. نواصل، 2 + 1، 32 + 31، الوحدات مع الوحدات، 2 + 1، هذا الواحد نضعه هنا، 2 3، 3 + 3، هذا 3 نضعها هنا، ونحسب 3 4 5 6، إذن 32 + 31 تساوي 63. نواصل، 7 + 1، 7 في الرأس ونضع 1 هنا، 7 8، 4 + 5، 4 في الرأس وخمسة، 5 خشيبات، ونحسب 4 5 6 7 8 9، إذن النتيجة 47 + 51 تساوي 98. نواصل النشاط الخامس، أكمل بالأعداد المناسبة، لدينا 20 40 و80، 20 40 80، إذا هنا قبل 20 أحسنتم، 10 10، 20 جيد أحسنتم، 30 10 20 30 40 جيد، 50 أحسنتم، 60 50 60 جيد، 70 80 صحيح. نراجع، 10 20 30 40 50 60 70 80. النشاط الخامس، اكتب الأشكال التي تلاحظها، إذا لدينا أشكال، نلاحظ أشكال، ها هو الشكل، لدينا الشكل هذا مختلف عن هذا، لدينا هذا الشكل كذلك، لدينا هذا الشكل، إذا كل شكل نكتب اسمه، نبدأ بالشكل هذا، ما اسم هذا الشكل؟ أحسنتم، هو مربع، هذا مربع، نكتبه بالأحمر، مربع، هذا مربع. الشكل الثاني هو هذا الفيلم، هذا هو الشكل الثاني، ما اسم هذا الشكل؟ أحسنتم، دائرة. ننتقل إلى الشكل الثالث، ها هو الشكل، ما اسم هذا الشكل؟ أحسنتم، يختلف عن هذا، هذا مربع، هذا جيد، مستطيل، مستطيل. بقي لنا شكل آخر، أحسنتم، ها هو ما هو هذا الشكل؟ جيد، مثلث، إذن وجدنا أسماء كل الأشكال، كل شكل وله اسمه، هذه هذا مربع باللون الأحمر، دائرة، مستطيل، وهذا مثلث. وهكذا انتهينا من حل الاختبار، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.